ننتقل للحديث عن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بتحويل الناخبين الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ إلى النيابة العامة لتحصيل غرامة الامتناع عن التصويت في الانتخابات والاستفتاءات، ويمكن من خلال المادة 87 من باب الحقوق والحريات بالدستور التي تنص على أن مشاركة المواطن في الحياة العامة هو واجب وطني ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. جاء قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادرة بمادة يعاقب فيها الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه. نحن إذن أمام قانون وأمام واجب وطني، نتفهم ملابسات أو ماذا يعني هذا الاستحقاق أو هذا القانون وتفعيله على المواطنين الذين تخلفوا. معانا عبر الهاتف أستاذة شيماء عبد الإله المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أستاذة شيماء أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. خليني أقول لحضرتك أنه أو أقول للمشاهدين الكرام أنه هذه الغرامة ليست بدعة في القانون المصري، في دول إفريقية وأوروبية بالفعل بتطبق هذه الغرامة في حال التخلف عن الإدلاء بالأصوات. رأي حضرتك كيف تفعيل هذه المادة تحديدا فيما يتعلق بأنه واجب على كل مواطن، وفي فرق هنا بين الواجب والحق؟ زي ما حضرتك تفضلت وقلت في البداية، هو وفقا للدستور وكمان للقانون الإدلاء بالصوت في الانتخابات هو واجب وطني، وهو إرساء لمبدأ الديمقراطية اللي الكل بيطالب بيه. فالحقيقة أنه الهيئة الوطنية للانتخابات لما قررت أنه هي تحيل الأشخاص اللي ما قاموش بالتصويت في انتخابات الشيوخ الأخيرة للنيابة العامة ل فرض الغرامة، هو ما فيهوش أي حاجة غريبة أو جديدة، لأن برضو في دول العالم المختلفة، في كثير من الدول الأجنبية والأفريقية والعربية، كل الدول بتفرض ده وفقا للدستور المصري، فده إجراء طبيعي جدا. حقيقة إن بنشوف ناس كتير جدا بتطالب بتطبيق الديمقراطية بشكل كبير، وبتطالب إنه دايما دايما يقولوا الديمقراطية ديمقراطية. ما هو الديمقراطية هو جزء كبير منها فكره ان في انتخابات ويتم التصويت فيها. فلماذا كل هذا، يعني كل هذا العدد؟ طب انا عايزه اسال حضرتك يا استاذه شيماء، الناس كتير بتسال عن العدد، ما هو العدد ليس بالقليل اللي ما نزلش يدلي بالصوت، ففكره بالزبط. هنا تطبيق هذه الماده على هذا العدد، راي حضرتك فيها ايه؟ بصي هقول لحضرتك على حاجه، هو الهيئه الوطنيه للانتخابات قامت بدورها في فكرة أنه من لم يدلي بصوته في الانتخابات سيتم تحويله للنيابة العامة، والنيابة العامة بعد كده هي اللي بتقرر يعني كيفية بعد هذا كيفية التحويل، كيفية تطبيق هذه الغرامة. ما هو العدد كبير فعلا، لكن هذا قانون وهذا يعني دستور وبيتم تطبيقه لأنه ده واجب، والمفروض أن يعني حتى لو الناس كنا فرضا انه الناس كانت قلقانه من الكورونا وما الى ذلك، لكن الحقيقه ان احنا كنا بنتكلم فيه خلال اليومين ان هو بيتم تطبيق الاجراءات الاحترازيه بشكل كامل، وطول اليوم كان ده بيتم يعني متابعته من خلال وسائل الاعلام، من خلال المتابعين. نقطة أخيرة يا استاذه شيماء ليها علاقه بالديمقراطيه وممارسه الديمقراطيه، الديمقراطيه فيجب علينا ان نمارس ايضا الواجب اللي علينا، هي دي النقطة. صحيح. الحقيقة الأهم هو يعني. هو ده واجب على كل المصريين ان هم يدلوا بصوتهم في الانتخابات، والحقيقة انه انا اعتقد انه تفعيل الغرامة هو من لأجل ذات. بشكرك شكرا جزيلا أستاذة شيماء عبد الإله المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.